نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لما يخاطب الانبياء او لما الانبياء تخاطب الله يبقى بيخاطبهم من حضرات مقدسة عالية مش زي اللي احنا نعرفها، فهمت؟ يعني لما الملك يخاطب ملك تاني او الملك يخاطب الوزراء دي حاجات رسمية مش كده ولا ايه؟ انما لما الملك يخاطب حتة واحد من الشارع هيخاطبه حاجات رسمية؟ ففي حضارات مقدسة لازم تعرف الحضرة دي ايه عشان تعرف الكلام ماشي ازاي. فسيدنا ابراهيم دوت حضرته حضرة الخلة، خليل الرحمن، يعني الذي تخللت محبة الله فيه كل خلية، بدأ اسمه خليل الايه. وهذه الخلة من ملتزماتها الدلال، يعني لازم للخلة الدلال، يعني واحد بيحب حد لازم يدل ايه عليه، مش كده؟ نبدا بقى بالدلال. واذ قال ابراهيم ربي، ما قالش يا الله، اصل يا الله دي بقى حضره ايه، حضره هيبه ربي، انما ربي دي حضره ايه بقى، حب وانس. قال ربي حبيبي كده، ربي ايه، ارني وريني كده كيف تحيي ليه حضرة ايه، هي كلها ايه. قال اولم تؤمن، ده اسمه سؤال تقريري، يعني انا عارف انك مؤمن، ها؟ قال بلى، صح انا مؤمن، ولكن ليطمئن ايه. يا سلام، دايما اهل المحبة كل شوية عاوزين قلبهم يطمن ان حبيبهم لسه بيحبهم. قال بلى، ولكن انا عاوز اطمن قلبي انك لسه بتحبني زي زمان، مش كده؟ اعمل لي حاجة عشان خاطري، وريني حاجة عشان خاطري. قال له ده انت خاطرك عندي كبير قوي، ده انا مش حوريك حاجة واحدة، اربع حاجات. فهمت الحتة ديت؟ لان قلوب الانبياء ليست كقلوب العارفين. قلوب الاولياء دي، الانبياء دي حاجة عالية قوي، وقلوب العارفين ليست كقلوب المؤمنين، وقلوب المؤمنين ليست كقلوب الايه كده. يعني الشك، اليقين الذي يصل إليه المؤمنون هو شك عند العارفين، واليقين الذي يصل إليه العارفون هو شك عند الأنبياء. يعني اليقين بتاع العارفين والأولياء ده كله شك عند الأنبياء. يبقى مش احنا اللي هنتكلم في الشك، نقول رب سيدنا، لا، خلي بالك من المقام بقى. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ايه على سيدنا إبراهيم؟ نحن أولى بالشك من إبراهيم، وبما أننا لم نشك فإبراهيم لم يشك. شفت بقى القلوب؟ يعني ما تفتكروش قلب سيدنا إبراهيم زي قلوبكم، لا، ده اليقين اللي في قلوبكم انتم، لو عندكم يقين، ده عند سيدنا إبراهيم شك، هو اليقين بتاعه أعلى من كده بكتير. ولكن ليطمئن ايه، قال فخذ أربعة من الطير. طبعا سيدنا إبراهيم اتبسط، أربعة فصرهن إليك. الكلمة دي في غاية، صرهن دي في غاية الإعجاز في اللغة العربية. صرهن يعني ثلاث كلمات مع بعضهم مجتمعين، اجمعهم وقطعهم واخلطهم، يعمل فيهم ايه؟ بدل ما يقول له اجمعهم وقطعهم واخلطهم، قال له فصرهن. هو فهم، فراح جمع الطيور ديت وقطعها وخلطها بايه؟ ببعضيها. فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن ايه؟ جزءا. حط على الجبل ده شويه، وحط على الجبل ده شويه، وحط. جميل كده؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى بيعمل له يعني ايه؟ بيعمل له سيناريو كده، يعني رومانسي كده.
حاجة رومانسية. كان قال له حطهم قدامك و لا عاوز بقى حاجة كده ايه، حط على الجبل ده شوية وعلى الجبل ده شوية وعلى الجبل، عشان هو قلبه يتشوق بقى للايه، عارف بقى لما واحد يحب حد بقى كده وعاوزه بقى يبقى فيه، عامل له بقى فيلم، الفيلم بقى حاجة. وقال له كمان انا مش هحييهم، انا هخليك انت اللي تحييهم، انا مش هتكلم، ثم ادعوهن، انت اللي تقول لهم تعالوا حييجوا، هتقول لهم ايه؟ يبقى إيه شفت بقى، تعالى يا هدهد، يجي الهدهد يتجمع كده في الهواء ويجي، تعالى يا مش عارف ايه، الاربع ايه، الاربع طيور قولوا عنده لحد ايه، ثم اجعل على كل جبل، ثم ادعهن ياتينك سعيا. خلصت القصه كده والدلال. نرجع بقى للايه، للهيبه والايه، عشان الدلال لما يزيد مش صح، لازم الواحد بعد الدلال يعمل ايه، يعمل هيبه. واعلم ان الله عزيز ايه، يعني الواحد ما لا خلي بالك، واعلم ان الله ايه، عزيز. خلاص خلصت الايه، ارجع بقى تاني للتشريع.